خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي تتحول الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة وتوفر المستشفى خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيد جهود حسيسة تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيد وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة سوهاج ضمن تلك الجهود ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات صعيد مصر حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظة الصعيد مستشفى مدعوم ب53 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات كاملة التجهيز به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين في كل دور فيه مدرج وعدد خمس فصول دراسية للطلاب نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نقل ما يجري داخل غرف العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعلاجها المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبيا كما توجد اربع غرف مناظير جراحيه مختلفه فضلا عن غرفتين للولاده القيصريه واربع غرف للولاده الطبيعيه المستشفى تكون من مبنى رئيسي على مسطح 500 على مسطح 5000 متر تكون من دور ارضي واول وعلوي واول علوي وثاني علوي وثالث علوي ورابع علوي الدور الارضي يتكون من قسم الطوارئ وقسم الاشعه ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومغسله الموتى اما الدور الاول يتكون من قسم الغسيل الكروي وقسم المعامل المركزيه وعادات الخارجيه الدور الثاني يتكون من نظير جراحيه وعدات خارجيه والدور الثالث يتكون من حضنات مبتسرين وغرف اقامه اما الدور الرابع يتكون من قسم العمليات والحضانه والرعايه المركزه مستشفى صهاج الجامعي يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيباً ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي